هلو جريد 4، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. مع بعض النهارده ان شاء الله هندخل على يونت 4، ثيم 4، change and stability، وهنبدأ في concept 1 من يونت 4، breaking down and moving rocks. تعالوا ناخد lesson 1 من concept 1 في يونت 4، واللي بيتكلمنا على sand castle and rocks and canyons. بيقولك ان the surface of earth is always changing، دايما سطح الارض بيتغير على مدار الزمن. ليه؟ نتيجة الافكت بتاع الويند والواتر والويذر تشينج، نتيجة تغير في او تأثير الرياح والمية والويذر تشينج. في picture 1 الويند can break down rocks and can move small particles of rocks from an area to another. يعني نتيجة الرياح شكل الروكس بيتغير، ممكن يحرك روكس من مكانها، ممكن يحصل تآكل لبعض الروكس نتيجة الويند. Number 2 اللي موجودة في الواتر هنا، الواتر برضو can change shape of rocks. المية ممكن تأثر على شكل الروكس، تاكل منها حتة، تنقل الروكس من مكان لمكان، فبتغير برضو شكل الروكس. نتكلم على حاجة اسمها natural erosion أو التعرية الطبيعية نتيجة تأثير المية والرياح، الواتر والويند. لو انت قاعد على الشط بتاع البحر وبنيت بيت من الرمل أو أي حاجة أي شكل كده من الرمل، جات المية وهدد لك البيت اللي انت عملته ده، يبقى انت كده عندك المية غيرت من شكل الحاجة اللي انت عملتها دي. If a child built a sand castle on beach, he may note, هيلاحظ disappearance of part of it or all of it after few hours. بعد فترة هيلاقي البيت اللي هو عمله ده أو الحاجة اللي بناها بالرمل على الشط، هيلاقيها بعد فترة مش موجودة، منها أجزاء أو كلها مش موجودة. الwater والwind are some of the factors can transport small rocks from one place to another. form a process knowing the erosion. هو ده اللي اسمه الايروجن. يبقى الايروجن ده نتيجة الووتر والويند افكت على الروكس، بتخليها move الروكس from one place to another. يبقى هو ده الايروجن. عندك المية جت شالت شوية رمل وودتهم في البحر تاني، يبقى انت كده عندك ده حصل ايروجن. The disappearance of sand castle, the erosion of sand castle, التعرية بتاعت sand castle اللي انت عملتها دي, is due to transportation, نتيجة نقل sand particles from place to another by effect of water. And this consider of natural erosion. وده مثال على natural erosion. انت دلوقتي بنيت بيت بالرمل، المية جت هدت لك البيت ده واختفى، فهو ده natural erosion. ان المية تأثيرها نقل لك بعض الاجزاء من الساند كاسل اللي انت عملتها ده او خفاها خالص، يبقى هو ده الناتشرال ايروجن ببساطه. Sand is formed by breaking down of some types of rocks into smaller particles. الرمل بيتكون من ايه؟ من صخر او روكس اتكسرت عملت لنا الساند. The force of water and wind are responsible for disappearance of sand castle and erosion of coasts. يبقى الويند والووتر هما اللي ليهم افكت على الساند كاسل والايروجن اوف كوستس اللي هي التعريه بتاعت السواحل. طب تعالوا نتكلم على الساند كاسل والروكس والكانيونز. Earth surface is continuously changed، زي ما اتفقنا سطح الارض على طول بيتغير نتيجه الووتر ونتيجه الويند ونتيجه الويذر. Some changes can be very fast، في بعض التشينج بتبقى سريعة جدا وبعض التشينج بتبقى بطيئة جدا very slow take 100 or million years. الفاستست changes زي ما احنا شارحين دلوقتي لما قلنا في الساند كاسل، لما المية جت وشالت لك البيت بتاع الرمل اللي انت عامله او الكاسل اللي انت عملتها من الرمل، جت شالتها ورجعت البحر تاني هدت لك اللي انت عملته ده fastest change انت شايفه بعينك can be observed. يبقى they are observed in sand castle. It may completely disappear in few minutes. ممكن تختفي خلال دقايق، تختفي تماما. Result of its hitting by sea waves. نتيجة ان الموجة بتاعت البحر بتيجي تخبط الحاجة اللي انت عملتها بالرمل اللي انت بنيته وترجع تاني، فكده تهدها لك في لحظة. في minute. امال ايه slow changes؟
The slow changes observed in the coastal rocks. الصخور اللي موجودة على الساحل، مش انت وانت واقف اوقات بيبقى في بعض الشواطئ كده بيبقى في صخور قدامك بيجي عليها المية؟ ايوة، الصخور دي بيحصل لها slow change نتيجة المية، بس بعد سنين كتير over time. There may be some little difference on its shape after many years if some parts break off. لو حصل وان بعض الاجزاء اتغيرت او اتكسر منها بعض الاجزاء من الروكس دي على مدار السنين، يبقى هو ده اللي slow change. In previous pictures we can observe similarities between sand castle with coastal rocks. في تشابه ما بين الساند كاسل اللي هي الفاست تشينج والكوستال روكس في السلو تشينج. طب ايه التشابهات ما بينهم؟ اول حاجه ان الاثنين عندهم ستيب نيدي لايك بورتس، عندهم اجزاء كده حاده او شبه الابره. تاني حاجه بوس هاف السلوبنج سلايدز. ايه هي السلوبنج سلايدز يا اولاد؟ اللي هو الانكلايند سايد. فاكرين الانكلينيشن اللي خدناه في الفيرست تيرم، الانحدار؟ الانحدار ده الاثنين عندهم سلوبنج سايدز. اوكي، الووتر والويند كرييت ذير شيبس، ان الووتر والويند بتاثر على الاثنين، الساند كاسل والكوستر بوكس. يبقى ده السيميلاريتيز ما بينهم. امال ايه الكانيونز؟ الاوديه. الكانيونز ده they are deep valleys curved by flowing water. دول عباره عن اوديه ضيقه اتشكلت نتيجه الفلوينج بتاع الميه، نتيجه سريان او تدفق الميه. الكانيونز ار فورمد ديو تو سلو تشينج، طبعا تغير بطيء، يبقى ده تبع السلو تشينج. هابن تو اتس روكس اوفر ماني ييرز. يبقى تاني لما اجي اقول لك الكانيونز ده فاست تشينج ولا سلو تشينج، طبعا ده سلو تشينج. الكانيونز ار فورمد باي اكشن اوف ووتر، والكانيون هاد نيد لايك بارتس وسلوب ات سايدز، وبرده منحدره وعندها أشكال مدببة. احنا كده خلصنا الدرس، انتوا فهمتوا كويس؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.